أكد رئيس هيئة الأركان اللواء محمد المقدشي أن تحرير مديرية نهما بصنعاء بات قريبا. وأوضح المقدشي أن انتصار قوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة نهم بمحافظة صنعاء بات أقرب من أي وقت مضى، وأشار إلى أن قيادة الجيش تولي المنطقة العسكرية السابعة أهمية كبيرة وتعول عليها في الانتصار على الميليشيا، مؤكدا على المضي قدما في تذليل كل العقبات لتنفيذ المهام العسكرية الموكلة لمنتسبي المنطقة.